لو لم تكن هي لما كانت غيرها بدور تطلب الجهد والحرفية والتعب. إنها نادين نسيب نجيم. لو غمضت عيني ومشيت احترامات طلعت فيه ولحكي اشتقت لك مش عارف. أنا اشتقت لك نادين نسيب نجيم أصبر. نادين نسيب نجيم أصبر صحيح الاسم الرباعي. نعم. يعني أنا إذا نشان هاروتيون دير هاروتيون ماشي حالي قدامك. أول شيء بدي حييكم. Thank you. لأنه بدي حيي نادين وابنها إذا الله راض. معك ضيفين اليوم. عندي ضيفين اليوم. أنت عندك بنوت. صحيح. الله يخلي لك إياها. قد إيه صار عمرها؟ سنة وأربعة أشهر. Heaven. 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 Heaven يعني الجنة السما. سماوات. سما. آه حلو بالعربي كمان اسمها سما. سماوات. سما أسمر كتير حلو. Heaven. البيبي بوي بدك تعرف اسمه. ايه لاول مره بدي اعرف لاول مره شو اسمه. اسمه جوفاني. اسمه جوفاني تلياني. جوفاني يعني يعني يونغ يعني جان يعني صح على اسم والد زوجي الله يرحمه. الله يرحمه. بدي اعزيك اول شيء نادين. انا بعرف انه هذه الحلقه كنا رح نسجلها تقريبا قبل جمعتين. اسبوع او اسبوعين أكتر. ولكن يعني القدر كان كثير سريع وقطف عمك اللي هو حماكي. بدي اعزي زوجك وبدي حيي فيكي احترافك والبروفيشناليزم انه رجعت التزمتي وقلت انه بدي اطلع لانه وعدت الناس وعدت المشاهدين. اهلا وسهلا فيكي نادين. ام جوفاني بدي لو سمحتي نرمي شيء خلفي اي موضوع. بناخذ سيلفي ونرمي خلفي. ايوه برمي انستا انستا برمي خلفي كل الناس يلي ما بتحب نادين. الحكي السيء، الغيره، الحقد، الكراهيه، هاو اشياء ما بحس لهم طعمه، لازم نرميهم خلفنا. وانا رح اخذهم من خلفها وارجع احطهم قدامي لو سمحتوا. غريب عم تحصدي نجاح. هلا بدي اياكي تبصمي لو سمحتي. غريب يكون في بشمال ولا اليمين ولا هي زي انت شو بدك؟ هيدي. اوكي. غريب انه عم يعني هلا عم تاخذي نجاح مدوي. قولي لا اذا يعني مع النجاح بس يطرق بيبك بيرجع الاعداء. النجاح بيطرقوا البيب. أوه. الغيره، الحسد، الكلام قد ما بدك. بس هيدا الشيء حلو انا باخذه بطريقه بوزيتيف، باخذها ليكون حافز لإلي. معلش انا بدي انجح وخلي يزيدوا الكراهيه ما عندي مشكله، بس بنفس الوقت ما فيك تقول انه ما في كثير محبه كبيره. والمحبه هي اللي بتهمني، بركز عليها اكثر وبقدرها. لك يا نادين شفتي حدا فاشل عنده اعداء؟ لا، بس بدي اقول لك شغله كمان، حرام انك ما تهتم للناس اللي بتحبك كثير وتفكر بس بالناس اللي بتكرهك. بيكرهوا حتى لو فشلت او حتى لو نجحت. اللي بيكرهك واللي ما بيحبك ما بيحبك، بس انه هيدي خساره لهم مش لك. انت ما في شيء بياخرك، ما لازم شيء ياخرك عن النجاح. بدنا نحكي في رسائل مبطنه، بدي اياك تمضي اليوم 23/7/2014. عم تمضي نادين نجيم ولا نادين نسيب نجيم ولا نادين أسمر؟ نادين نجيم بليز. نادين نجيم شو اكتب له العربي لو سمحتي. نادين نجيم شكرا. Thank you. نجمة لو ثانك يو هالمسلسل. تفضلي. ميرسي. بدي اقعدك على كرسي الصحافة والأقلام والنقاد. هيدا المسلسل شي فيه انه لونه اصفر جبتها على القد. برافو. بتحب اللون الاصفر؟ لا ما بحب اللون الاصفر. انه الصحافه الصفراء؟ اكيد لا. ما بحبها. خليني ابدا انا بانه هذا المسلسل في لبنان حصد اكبر نسبه مشاهده وجماهيريه كبرى في لبنان. انت خبريني بالعالم العربي، كنت قبل يومين مدعوه الى حفل سحور الام بي سي في دبي. قولي لي من اول ما دخلتي على الريد كاربت أو دخلت أنت جوفاني على الريد كاربت، قولي لي كيف كان الاستقبال من الصحافي والزملاء؟ كان أنا لما ظهرت برات لبنان لمست نجاح مسلسل لو بالخليج، يعني تحديداً بدبي. ما توقعت هالقد يكون المسلسل محضور، مع أنه أنت بتعرف مسلسلات الخليجية عزيزة على قلبهم طبعاً. بالنهاية وهن بدي يدعموها، بس لقيت أنه كتير محضور مسلسل لو وكتير حابين قصته.
فكنت كثير مبسوطه، والصحفيين اللي عملوا معي مقابله يعني هن متابعين بأداء التفاصيل، وصاروا بالآخر يسيروني يعني عم يعملوا معي مقابلة عارفين تفاصيل وعم بخبروني إنه أهلهم وأمهم وبيهم وعمتهم والكل عم يحضر. كنت كتير فخورة، كنت كتير مبسوطة، لأنه أول شيء مبسوطة للدراما اللبنانية، مبسوطة كمان بحالي بعد غياب سنتين إنه عملت حققت هيدا النجاح وأديت دوري مثل ما أنا بيرضيني. كنت متوقع هيدا النجاح؟ بصراحة لهالدرجة لا، لأنه لما باخد بروجي بدك للصراحة بفكر أكتر بالدور، بفكر أنا لازم أعمل أدائي بشكل لازم، لازم أقنع الناس بهالدور اللي عم بلعبه شو ما كان، إن كان شرير إن كان حلو إن كان مظلوم إن كان ظالم، خلص بدي أعمل دوري مثل ما لازم وبتكل على الله. بس كنت عارفة إنه المسلسل منه مسلسل عادي، كنت عارفة إنه مميز لأنه المنتج صادق الصباح اشتغل عليه كأنه عم يشتغل ارتيزانا يعني بكل تفاصيله، وكنت عارفة إنه أنا بإيدين أميمة مع المخرج سامر بركاوي يلي كمان اشتغل علي بتفاصيله وحب يطلع مني إشياء جديدة، وأنا كنت شغلي كتير يعني كنا نقعد كتير سوا ونحكي نحكي نحكي قد ما أسأله يهلك مني. بس بيت الصباح عندهم يعني بيع طويل بمجال الإنتاج الدرامي أو السينمائي، يعني عندهم تاريخون، وسامر كمان أبدع بمسلسل لو. ليش انتقدوك؟ بشو انتقدوني؟ بشو انتقدوك؟ عم بسألك بدورك بأدائك بموضوع الخيانة، بأنه المسلسل قائم يعني يستند إلى قصة نفذت فيلم Unfaithful، هلكنا نحن Unfaithful. صح. أنا هلا النقد ما توجه لإلي شخصياً، يمكن أكتر علقوا على موضوع إنه مقتبس. صحيح. بس ليش هالقد انزعجوا من قصة مقتبس؟ ما هو المسلسلات الفورمات متلاقي الدنيا، يعني كانوا ارتاحوا أكتر لو سمينا المسلسل فورمات، يعني 90 حلقة عم يترجموا مثل ما هن. نحن ما عملنا هيك، اللي حضر المسلسل أي نصرنا بحلقة. أي مسلسل عمل 90 حلقة مترجم؟ 90 أي مطلوب مسلسل؟ رجال روبي الأخوة، هاو كلهم مسلسلات مكسيكية. بدك حتى مسلسل الثلاثين حلقة لعبة الموت هو مأخوذ عن Sleeping with the Enemy ونجح وكان كتير حلو وكتير مميز، لو مقتبس عن الفيلم inspired by the movie، بس منه هو ذاته. بس نحن حافظنا على كم مشهد كتير مهمين بالفيلم أعمدة للمسلسل، هني كانوا بأول خمس حلقات واللي تابع لليوم عرف إنه من بعد الحلقة خامسة سادسة اختلفت القصة completely. يعني فتنا بقصة جديدة وطورناها، وأصلاً مش معقول إنه فيلم مثل ما هو يتنفذ على 30 حلقة، لأنه هداك ساعتين وهيدا 30 ساعة، هداك 120 مشهد، هذا 1200 مشهد. بنفس السياق عابد فهد كان ضيفي، زميلك زوجك غيث كان ضيفي قبل تقريباً 3-4 أيام، اتهم المسلسل بالإطالي وسجل سابقة يعني عابد لأول مرة حدا عنده مسلسل مكسر الأرض وبينتقد حاله. يعني بالنسبة لإلي، بالنسبة لإلي كان مفاجأة 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 حلوة كإعلامي صادمة، ولكن كان شفاف جدا. أول واحد واحد بينتقد حاله بيقول إيه أنا عندي لوم على حالي. أنا تفاجأت إنه عابد أنا بعرفه كتير إنه بحبه، بس اوقات بيعطي تصريحات او بيقول اشياء انا بتفاجئني انه شو بتصير قولي عمي انه كاني ما بعرفه. حكيتوا مع بعض؟ اول شيء لا ما حكينا بهالموضوع، يعني ما ساقبيت، لانه بعدين عرفت انا يعني ما عاد كنت شفته. انه انا بالنسبه لي انه عابد بعد 30 سنه خبره وهالقد هو ممثل مميز، انا متاكده انه صار عنده خبره الكافيه انه كيف ما زتها بتجي واقف الجمله معه، لانه زلمه خلص صارت كيف واحد بسوق سياره ما بقعد يفكر. يعني انا متاكده يعني لعبته ايه، يعني انا شفت انه الدور كان رائع وكتير حلو انه اول مره بنشوف عابد فهد بدور جنتلمان والرايق والحنون واللطيف، وهو هيك حنون بالحقيقة. ما وافقته على شيء قاله، خاصة بالمسلسل إنه إيطالي، لأنه بصراحة أسرع من هيك أحداث ما بقى فيه. يعني انتقدونا كيف إنه صارت الخيانة بسرعة وهلأ بيقولوا لك يعني إنه طول. أنا عم شوف من الكومنتس يلي عم تبعها كتير على تويتر والفيسبوك من الناس إنه عطول في أحداث جديدة كل يوم بالحلقة بينطروا بكرة
متشوقين، والمسلسل كريشاندو كل الوقت من أول حلقة طالع طلوع، عكس المسلسلات اللي بتبلش كتير قوية وبتمل. بس أنت بتوافقيني أنه برمضان أوقات بيعملوا مسلسلات بغية التسويق و 30 ليلة كرمالي بيطولوا شوي، يعني أنا المشاهد تبع مصر كمشاهد حسيتها، كمشاهد عم بحكي حسيت أنه أنا كنت بستفيد من ليلى وغيث والأحداث اللي بيناتهم، ما سافر وارجع اجي، ما بعرف قدي اضافت انت كممثله بتعرفي اكثر. ما هو دراميا لازم يسافر لانه بسفره صار مشاكل مع كثير ليلى مع جاد، اكتشفت بعلاقه جاد مع اختها مشاكل يعني، وهيدا الشيء صار تلحق ووترى الموضوع لانه عم بفوت على عائلتها. نعم هيدا الشيء ما فيك تعالجه بحلقه او بمشهد، دونك لو كان بعده غيث موجود بلبنان ما رح فينا نمشي بهالقد، ما رح فيها تاخذ راحتها. نعم دونك كثير مهمه ان سفروه لدراميا يخدم هيدي المرحله اللي عم تمرق فيها مع. تناقشتي انت وعابد بهذا الموضوع؟ لا. فينا نتصل فيه؟ اي طبعا بليز اتصلي بعابد فهد. انا عندي مشكله بدي افهمها منك اذا بتسمحي نادين. الاقتباس، انت بتقولي انه الاعمال المكسيكيه المقتبسه المترجمه الى العربيه بتعمل مشاهده عاليه جدا، هل الاقتباس بيحد بمطرح ما بابداع الممثل او بيجبره بيحطه بخانه وحده انه هيك الدور حفاظ حتى الاحاسيس وقده؟ ابدا ابدا، يعني انا لما اشتغلت على ليلى نسيت ديان لين كليا، ما فيني اقلدها يعني، هي بطلت طبعا لانه هي حست بغير طريقه، وهي بعدين هونيك الفيلم انت بتعرف كل العالم حاضره الفيلم، الفيلم زياده يعني رايحين فيه للاكستريم، وعلاقتها بعشيقه بتختلف عن علاقه ليلى بجاد. انا اشتغلت على الناس نسيت الفيلم كومبليتلي، نسيته خلص. لما قعدت اعمل دراسه للشخصيه قلت انا بدي العبها مره هاديه رايقه محترمه متزنه، صوتها اذا عصبت ما بيرتفع يعني كثير هيك هاديه ورايقه، وبتحسها ميستيريس ما بتعرف شو في بقلبها. انا هيك شفتها وهيك اشتغلت عليها بلبسها بكل تفاصيلها. ما حبيت أقلد أبدا، وإذا بدي أقلد بوقع بالغلط، وأكيد ما كنت قنعت المشاهد. لو شو ما عملتي كنتي أمورة بالمسلسل، روعة، أقنعتينا، وبتصور إنه معظم المشاهدين بيوافقوا إذا مش كلهم إنه متعاطفين مع الدور، أنت وغيث وجاد يوسف الخالي اللي كمان أبدع بالعمل. نعم. عابد فهد مباشرة معنا على الخط، مساء الخير عابد. مساء النور، كل عام وانتو بخير، رمضان كريم، ومرحبا نادين، مرحبا هشام، مرحبا عابد، مساء الخير. عابد فهد، عم نحكي عن الاقتباس، عم بحكي عن اتهامك للمسلسل بالايطالي. نادين قالت انه انت رجل عندك 30 سنة خبرة، أي جملة بتقولها بتجي واقفة ومخضرمة هالقد، بس بهيدا الموضوع كمان هي عندها وجهة نظرة. عم بحكيها لنادين عن الاقتباس، هل الاقتباس بيحد من ابداع الممثل وادائه؟ طبعا هلا كثير يعني تعددت الاراء وكثرت وجهات النظر، وكل حدا يعني يرى الموضوع من زاويه. انا من زاويتي يعني الان بعد تجربه لعبه الموت وتجربه مسلسل لو الآن يعني أصبح لدي حذر شديد من التكرار، والتكرار يعني يدعني عصبية إلى حد ما وملول، يعني أصاب في الملل. أنا أخاف من أن نقع في موضوع الاستنساخ أو موضوع تكرار الأعمال الأجنبية. هذا يقلل من الإبداع أو يجعل الحالة كلها في حالة استرخاء، والاسترخاء يصيبك بالخطأ، تقع في الخطأ، الاسترخاء يجعلك تقع في الخطأ، وخاصة إذا كان هناك تقليد، يعني تقليد بشكل أو بآخر. نادين، فأنا أرفض أن يعني أنا أرفض تكرار التجربة مرة ثالثة. أتمنى أن يكون هناك مشروع جديد برؤية عربية ما نحن لحظة يعني عابد فهد، قلت لي انه بترفض التجربة الثالثة، لما كنت ضيفة قلت لي انه مضيت انت ونادين نجام ويوسف الخال على مشروع 2015 مع بيت الصباح او الجهة المنتجة، هلا شو عم تحاول تقول لي؟ اذا كان في اقتباس بعملكم الثالث، انت مع ولا خارج العمل؟ لا انا للاسف
يعني رغم التجربة الجميلة مع شركة الصباح، هذا الإنسان الصادق الحقيقي المعطاء، حتى زياد الخطيب رجل مدير تسويق، رجل عنده خبرة كبيرة بموضوع انتقاء المشاريع والأعمال والتسويقية، ولكن هنا اختلف الموضوع التسويقي عن الموضوع الفني. أنا بشكل شخصي هذا المشروع يعني يضعني أمام نقطة حرجة، وأن أكرر مرة أخرى أو مرة ثالثة يا موضوع، فاعتذرت عن المشروع بس لهذا السبب. فسخت العقد. فسخت العقد لهذا السبب، مختلفة يعني اختلاف وجهات النظر. أنا كنت يعني بلدنا مليء بالمواضيع، ماني مضطر لي يعني، ربما 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 تتغير الأمور فيما بعد. I don't know يعني. عابد خليني لخص، انت فسخت العقد، يعني انت ونادين ويوسف والصباح مش رح تكونوا بسوا يعني. يا فرحة ما تمت. وانا اخر من يعلم. شو نادين؟ لحظة نادين شو؟ والله انا هلأ بسمع بهالخبر. حبيبتي يا نادين، والله يا ليلى يا نادين، يا حمارك شو بدي لك. خسارة يا عابد، والله انا بحبك كتير. اختلفنا شوي بهذا الموضوع بصراحة، يعني موضوع انه يعني الموضوع ان يكرر مرة اخرى يعني. انا خفت والله من هاي التجربة، ربما تنجح، ربما تنجح بممثل اخر جديد. نعم. يعني لدينا ثلاث ابطال، يوسف الخال ونادين نسيب نجيم، وربما يكون ثالث افضل مني ويكون مشروع ناجح. يعني لا تقف المسألة عن ممثل على الاطلاق. ليك عابد فهد كنت عم تحكي بالحلقة مع نادين، نادين انت عرفتي انه سألته بينك وبين لعبة الموت، قال لي انه نادين فيها جسدت ممتازة كانت، وحكي عن ماستر سينز جايين بدنا نحضرهم، قال انه سيرين فيها تعمل الدور، نادين ما فيها تعمل لعبة الموت. هالشي زعلك؟ لا، لأنه هيدا الشيء ما بينتقص مني، لأنه أنا ما بتخيل انه جوليا روبرتس فيها تعمل أفلام أنجلينا جولي، ما بتخيلها بالأكشن موفيز. برافو عليك. أنا فهمت عليه شو بيقصد، أنه في شخصية وفي كاريزما، مش عم ينتقص مني أنه أنا معناتها ما بقدر أدي الدور، أنه اليوم في اليوم الممثل بيقدر يلعب كل الأدوار، بس مش كل الأدوار بتلبق له. يعني كمان ما فيك تشوف، ما بتخيل أنجلينا جولي عم تعمل مثلا جوليا روبرتس بسليبينج وذ أنمي، ما بيلبق له. عرفت كيف يعني؟ أنا فهمت عليه. لا ما زعلت. ما ضايق. لا أبدا أبدا، ممتاز. بس يبدو أنه تفضل تفضل. انا فيني الا شكرا كثير، شكرا كثير نادين انك فهمت علي. بتمنى يعني انا 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 بكل محبه، انا بكل اخوه، بكل خبرتي، بكل عفويتي، انتقصت من نفسي. ولما بنتقد زملائي او 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 بضويلهم على محل، بعتقد يعني بكل رحابه صدر انا 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 بستقبل هي الفكره او هي المعلومه لحتى ما اوقع فيها مره ثانيه يعني. نعم. يعني كثير حلو الواحد ينصحك، عرفت. ف بتشكر انك فهمتيها. وهذا الفنان الحقيقي بيقبل الملاحظه بكل رحابه صدر. عابد فهد جيت لعندي مع مشروع تريو، خلصت المقابله سببت لك بفسخ عقد. لا هذا بتعرف شو هذا سببه، ولا تحلم ولا تحلم. في بديل؟ في مشروع تاني؟ ما بده يروح، ما قاله غيري خلاص. خلاص. لحظة لحظة لحظة، عم بتقول لك نادين قولي له عابد ما بدك تروح، ما قالك غيري عابد. والله وحياتك، والله ما في مشروع، والله العظيم ما في مشروع تاني. ايه بس نادين عم بتقول وين بدك تروح مني يا عابد؟ ما بروح ان شاء الله، ما بروح. نعم والشغل حلو يعني. انت بتعرف شو الموضوع نشان، يعني ما بدي انا احكي كل شيء. نعم. انت بتعرف ولدين بتعرف يعني، وانا حكيت اللي حكيته باللقاء وكنت صريح. نعم. صريح لانه اذا ما كنا صريحين صدقني ما في خطوه جديده لقدام. نعم. دائما اللحظه الحرجه، ارجوك تسمعني، اللحظه الحرجه دائما هي التي تضعك امام الحقيقه. نعم. فيني احكي انا ونادين بالطياره ونحكي بالكواليس، بس لما انت بتكون صريح امام نفسك امام المشاهدين وامام الكاميرا والضوء تظهر الحقيقه. نعم. هون الجرأة وهذه البطوله. عابد فهد شكرا. عم بسمع. بشكرك جدا، على امل الايام الجايه تحمل مفاجاه اكثر. نادين شو بتقولي له؟ ماشي، بقول له انه
بتحبه كتير وانبسطت كتير بالتجربة معه، وإن شاء الله كمان بيكون لنا تجربة تانية أو تتكرر إن شاء الله. إن شاء الله إذا هو مرتاح، أهم شيء هو يكون مرتاح كمان. شكراً عابد فهد. كنتي عرفي عن فسخ العقد؟ لا أولا هلأ سمعت لك. سامر زعل من ملاحظات ولا عابد؟ ما بعرف، ما بتعرف، ما بعرف صراحة يعني. بس تعليق عن هذا الموضوع قصة هو يعني صعب لما الواحد بده ما بعرف. أنا ما بفهم ليش لما واحد بده يقيم شخص لازم على طول نقارنه بالشخص الثاني. أنا اللي حطيت المقارنة. أنا فهمت عليك، بس أنا اليوم بدي أقول لك شغلة من هون بتمنيها. المسلات كل واحدة منا متميزة بأداء الخاص، بالكاريزما تبعها، بجمهورها، بأدوارها اللي بتلبق لها. ما ضروري إنه إذا أنا بدي أنجح لازم أتقارن بفلانة، أو فلانة إذا بتنجح وتبرز لازم نقارنها باللي قبلها أو اللي بعدها أو اللي جنبها. لأنه أنا بحضر بهوليوود كتير بروجرامات، قليل ما شوف إنه بيقارنوا مثلاً ممثلة مثل ساندرا بولوك بأنجلينا أو أنجلينا جولي بميريل ستريب، أو ما بفوتون ببعض. يعني كل واحدة منهم بتحس إنه عطول بتنقل الأدوار اللي بتلبق لها واللي هي بترتاح فيها. يعني كرمال هيك أنا جاوبتك. بالعكس أنا بلاقي إنه بهوليوود حتى الفاشن بوليس بيحطون بيقارنون من ملابسهم. فاشن بوليس لا، لكل أدوارهم بيقارنون. بس هي مين هيدا تبع فاشن بوليس عم بتقيم أداء حدا آخر أوسكارات؟ عم بقول من الأزياء حتى كل الأدوار. فلانة نجحت هون، فلانة أقل نجح، فلانة أدت هذا الدور، فلانة لم تجي. بس ما بي يعني كيف بدي أقول لك، يعني ما ضروري يعني ما بيقارنوا إنه بقولوا فلانة فيها تلعب هيدا الدور وهيدا ما فيها تلعبه بس هي فيها تلعبون. يعني هاو القصص ما بحسهم بيقدم وبأخره مع مهنة. نحن العرب، نحن العرب نزعل أكثر إذا وقعت المقارنة. أنا ما بتضايقني، ما بتضايقني، ما بتضايقني، بس بحس إنه ما أنا حلوة لأنه ممكن تخلق زعل بين الزملاء. يعني بيني وبين حدا أو حتى هو الشخص اللي عم بيعطي رأيه يمكن يزعل وحدة منه. إنه حرام هو كمان بينحرج. بس أنا فهمت. في اتصال بينك وبين سيرين عبد النور؟ ايه هاليومين صار في اتصال؟ هاليومين لا، بس في اتصال. دلني حركش فيها. رح كمل على نفس هي الموضوع. هي هنتني وأنا هنيتها الحمد لله. رح كفي بنفس الموضوع نادين، لأنه عندي كتير أشياء أسألها عن لو نجاح، لو خطواتك المستقبلية السنة الجاية. بدل عابد فهد رح يكون مع نجمة هذا العام في الدراما نادين نسيب نجيم بعد الفاصل بي ولا تحلم. رح نضل على نفس الكرسي. كتير قصص على الكرسي. كنت عارفة عن قصة عادة هبتع بالخيال كتير بعيون الوفا وحده شعور الزمن بيعيش. نادين جيم هالمرة حتى الفواصل الموسيقية كلها أغنية لو لإليسا مروان خوري. شو حلوة هالغنية، شو حلوة. حفظتيها؟ حفظت شوي منها بصراحة. إيه شو عم بيقولوا لك الناس بس يشوفوكي بلبنان على الطريق؟ شو أول شي بيقولوا لك؟ ما بيشوفوني على الطريق. بلا بيشوفوني كتير، بس بستحي أحكي عن حالي. بيحكوا كتير بأدائي، طايرين. شو بيقولوا؟ شو أجمل شيء بيمتع أذنيك؟ أنه مبدعة، ممثلة طراز أول، ممثلة منا جاية من المنطقة العربية، مقنعة كتير، طبيعية. شو بدك؟ كتير قصص. وبتنبسطي؟ أكيد أكيد بنبسط، لأنه هيدا شهادة على شغلي. يعني مثل واحد عم يعطيني علامة. هيدا أكبر جايزة قبل ما تاخد جوايز يعني بالحياة. هيدا جايزة كبيرة. متوقع تاخدي جوايز عن هالدور؟ مثل ما قلها بريد، أنا يعني حلو الجوايز تعطيك دعم، بس ما بحط هدف قدامي. أكبر جايزة لإلي صدقني رأي الجمهور. مين هنئك من زميلاتك وزملائك؟ سيرين عبد النور، نادين الراسي، ورد الخال، جويل داغر، جوي كرم، جوي، لوران قديح، رفيق علي أحمد، تقلى شمعون، يا عذرا ما أنسى حدا. في كتار كتار بصراحة، كتار والله كتار. ما بدي أنسى حدا بعتذر، بس عن جد كتار، أنه ما حدا قصر بصراحة. تقلى شمعون هي اتصلت فيك؟ نعم. تقلا كتير بتحبني وأنا كتير بحبها يعني. ولما اتصلت فيه قلت لها ناطرك التليفونك. من زميلاتك بالدراما هيفا وهبي، مريم فارس. هيفا أنا كتير كتير بحبها، كتير طيوبة. عطول بحركش فيها على تويتر، فأكيد هنيتها على كلام على ورق وهي رجعت ردت لي.
وميريام فارس. ميريام أنا وياها مع الأسف إنه ما في حكي على تويتر، يعني ولا مرة إنه حكينا بعضنا، دونك أنا بخجل. بس هنيتها بتوك أوف ذا تاون يعني قبل رمضان، تمنيت لها كل التوفيق. ليه في صحافي، يعني أي صحافي انتقدت العمل وانت مشحونه منها؟ لانه قريت لك تغريده بتقولي انا رح استمر بما معناه، انا مستمره، خلي اللي بده يكره يكره والكارهون خليهم يكره، يعني كل هال الله يعين. ايه قلت شيء الله يعينكم. مشحونه كنت، شو سبب سبب انه في 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 كثير اقلام يعني بيفكروا انه اذا لويو دراعه للفنان او اسيو بالحكي انه هو رح يخضع او يجيهم من تحت او انه يساير ويجامل ويسكت. انا ماني من هيدا النوع. كيف يعني حدا بيلوي دراع حدا؟ يعني بشوفوك ناجح بيغنخصوا عليك نجاحك، بيصيروا يحاربوك، فجاه بتكون انت اصحاب معهم ومش عامل لهم شيء، فجاه بتحسهم انه ايه انه شو صار، ليش سجلتوا هالمواقف، ليش هالكراهيه، وانتم اللي بينطروك وبينطروك على غلطه ليفجروا كل حقدهم. طب انت تحت الضوء صرتي. ايه بس ما بتكون متوقعه انه منهم، لانه انت بتكون على علاقه طيبه فيهم. مين بتقصدي؟ هن بيعرفوا حالهم. وانا لازم اعرف ولا كريدي رح اعطي على الموضوع. مش رح تعطي اسامي ابدا، ما رح اعطي اسامي. بيعرفوا حالهم كثير منيح. المأذي ما تخاف دغري بتنكزوا السله دغري. بس مع الاسف يعني اكيد يعني حزينه، لانه كنت حابه يشاركوني فرحتي هول الاشخاص بالذات، كنت حابه يشاركوني هالفرحه. في اشخاص معينين يعني؟ ايه اكيد، لانه بعرفهم يعني. في شيء شخصي بينك وبين اهل الصحافه؟ ابدا ابدا. الكل، انا ما بدي اجمل، انا عم بحكي عن يمكن مجله او صحافه. اي مجله؟ بس بيعرفوا حالهم، بيعرفوا حالهم كثير منيح. بس متأسف على هيك كلام عن جد، يعني ما توقعت. وانتبهي أنا ما تضايقت ولا لحرد، لأنه بالنسبة لإلي الكلام المسيء بيعبر عن صاحب ما بيعبر عني. كل إنسان بيتفوه بكلمة سيئة بشي بيجرح بيكون عم بيعبر عن أدبه وتهذيبه مش عني. عشانك أنا ما برد ولا رح، وقبل ما أكون مرأة مشهورة والناس شايفتني بإيماج معين وكرمال جمهوري اللي حاببني ضلني بهيدا الإيماج، أنا شخص محترم ومتزوجة وأم، ما رح أبداً أتنازل عن هالشي لرد على أقاويل أنا ما بتمسني بشي. لقد ما كانت قاسية. ليه في محاولات أنه يدخلوا من باب آخر على حياتك يعني؟ ما بعرف. اسمك، أسرتك، سمعتك؟ ما بعرف، لا، أو يمكن دعماً لحداً تاني. بس مش طريقة هيدا أنه أنا ما عملت شيء. لفصل الصحافة هون بلبنان، خلي يبدأ بالمجلات الفنية. دار الصياد أنت وياهم كيف؟ أستاذ توني خوري ومدام إلهام فريحة كلهم منيح معهم؟ أوكي. أستاذ عوني الكعكي، مدام فدوى الرفاعي بنادين منيح. مدام نضال أحمدية بمجلة الجرس منيح. لا، في فرق بين منيح، في فرق بين كلمة منيح رقم. أنا ما عندي أي مشكلة. كانت ضيفتي نضال الأحمدية الإعلامية وسألتها عنك، أكيد وصل لك أو حضرتي. شو سألتها؟ أنت شو بدك تقولي؟ ما جاي ذكرني، ما بعرف، نسيت. ذكرني شو سألتها، شو جاي. سألتها عن نادين نجام. شو قالت لك؟ قالت لي ما هلأ شو قالت لك، جاي ذكرني، لأنه يمكن يكون قالوا لي اللي وصلوا لي كونه زايدين بهار وقرفة. معقولة اللي ضل تطلع على الهواء ما حدا يحضرها؟ أنا بصراحة ما حضرت، لأنه أنا منام بكير من وراء الحبل بصراحة، ما عم بقدر ضاين كثير لليل. وكأنه ما في قنوات اتصال من بعد ما كنتوا أصدقاء أنت ووالدتك، يعني هذا اللي ما لمحت به إنه التقيتوا سوا، وهلأ مقطوعة قنوات الاتصال، ما كان في رضا تام من نضال الأحمدية عليك، ليش؟ عن جد صدقني ما بعرف، يعني أنا بعرفها كتير منيح وبتذكرها كتير منيح لمدام نضال. يمكن تكون زعلانة لأنه أنا ما عزيت بأمها، وأنا بقلها بتأسف إلا أنه كانت ظروفي صعبة، ورح قلها من هون لأنه حاولت أنه خبرها بس ما كنت عم بقدر أني أحكي معها. دقيت كتير أول ما عرفت بخبر وفاة أما الله يرحمها يا رب. دقيت كتير ما قدرت أنه هي ترد، أكيد ما كانت يمكن بوضع أنها ترد. تركت مسج طويل عم عزيها فيه. بعدين بعد جمعة بعتوا إنه وين فينا ننزل نعزي. كان بفردان، بتذكر كان جمعة وسبت أو خميس وجمعة.
بس أنا بوقتها كنت عم صور مسلسلين لو وعشق النساء. نعم. إذا مني بلو أنا بعشق النساء وعم نختم حلقات لأنه كان الممثلين بدهم يسافروا على بلادهم وكتير مضطرين لأنه مرتبطين بأعمال بمصر ومشاهدهم بقيت معي. فالتصوير حال دون ذهابك ومش بس هيك واجب العزاء. كنت حامل وحامي كسر لي ظهري، يعني كتير كان عندي مورنينج سيكنس، كل النهار مزعوجة ومتضايقة، وكانوا كل الإكيب عم يتفهموا وضعي وعم يدعموني. بس النقد بينبنى بس على أنك عزيت ما يعني بتصور. أنا هيك فهمت وهيك حسيت لأنه جربت أعرف. لا حسيت شيء. لا بس عرفت يعني وصل لي بطريقة إنه هي يمكن زعلانة من هالموضوع. بس أنا تفاجأت إنه ماني بس الشخص الوحيد اللي ما قدرت تنزل، إنه ليه أنا بدي هيك يصير، يعني دفعتي ثمن يعني يشنوا حرب علي بمسلسلة وهلأ صار بإشياء تانية، يعني صاروا ينعطوني بكلمات بشعة. شو؟ إني لا إذا مش عم تقوليها يعني بشعة، يعني عبي أدب والأخلاق والتهذيب، وأنا ما فتحت تمي رغم كل اللي صار. وأنت المعنية؟ ما قلت شيء. أنت أكيد أنت المعنية بهذا. إيه ما لو ما حطين عنوان اسمي، يعني تفاجأت إنه هل أنا بستاهل كل هيدا الشيء، إنه أنا ما غلطت بحق حدا منه. الصحفيين اللي بيشتغلوا بمجلة الجرس معه، ولا حتى هي، بالعكس حتى رغم كل هدول ما كنت حاولت ولا كلمة ثناء أو إشادة على عملك على نجاحك بلو. لا ما شفت. وللأكثر من هيك لما نزلوا مقال انتقدوا فيه كتير المسلسل، ذكروا البطولة كانت من عام إنه بطولة عابد فهد يوسف الخال وأنا ما ذكروني. عرفت إنه في شيء شخصي معي، ما علقت، كل وقت كنت رايقة وساكتة. بس بعدين قلت أنا نوعي بحب واجه، بدي أمسك التليفون ودق. مسكت التليفون، ما دقيت له، دقيت لخالد المولى، هو صحافي بمجلة الجرس، أنا صحبة معه. قلت له بدي أحكي مع مدام دال، فوت واعطيها التليفون. تلبك، قال لي خليني وبشوف وهيك، بعدين قال لي إنه هي ما أنا قادرة تحكي هلأ وكذا. وصلتني، أنا كنت حابة واجه، كنت حابة أشوف إنه مدام دال ليش شو بها، شو فيه، أنا بحب واجه. ما عندي مشكلة، أنا عندي ثقة بنفسي وعارفة إنه من أنا نام عن خديتي مرتاحة، ماني غلطانة بحدا. ما غلطت بحدا. غير مطبوعات؟ لا كله منيح، ما في شيء. ولا لها سيدتي؟ لها صار مشكلة، رح أقول لك أنا بهمني كتير هيدا. لها عملت مقابلة مع مجلة لها من فترة ونزل كوفر وهيك. عم بعمل مايا بنوت. عم نحكي حديث كتير عادي وثلاث صفحات يعني، وحكينا إشياء كتير حلو، ما أسأنا لحدا، وأنا نوعي أصلا ما بسأل لحدا. بس سألتني إذا عم بحضر مسلسلات وسألتني عن مسلسل اتهام. قلت لها ايه حضرت بس حلقه وحده لانه ما عم لحق ان شاء الله بعد رمضان وهيك، بس مسلسل كتير حلو انا بعرف قصته. هيك زتيتها قالت لي كيف تعرفي قصته؟ قلت لها انا قاريه التريتمنت، المعالجه اللي هي صفحتين ملخص. قالت لي والله طيب ليش كيف نادين؟ كيف كان معروض عليكي؟ ايه قالت لي نادين ليش ما رجعتي انه كفيتي؟ نحن عرفنا انه كنت ماضيه على العمل. قلت لها لانه كنت ماضيه عليه على اساس 60 حلقه برات رمضان، بعدين صار 30 حلقه برمضان وانا عم صور له وما حلو انه اثنين مع بعض. اتفقنا انا والمنتج مفيد الرفيعي بكل محبه انه خلص. وهيك قالت لي شو رايك بمريم؟ قلت لها مريم شاطره وممثله شطوره وبتمثل بعفويه. في شيء ما يقال ابدا، في شيء ما يقال. هي هي يلي صار انه مايا بسوء تفاهم كتبت عنوان انه قرات سيناريو مسلسل اتهام قبل مريم فارس. وتبي انا عم اقول لك، وهذا الموجود الحديث موجود جوا ثلاث تسطر مثل ما عم اقول لك من ثلاث صفحات. بس بتعرفي انه الصحافي بيحاولوا يبحثوا ويدوروا على موضوع، انا اول مره بشوف على انه عنوان هالقد بعيد عن المضمون. هي مش طريقه لنحنا نجذب القارئ. ما لازم ان على مصلحه الشخص اللي عم بتحاوره تجذب القارئ انه هيدا الشيء بضره. لتعرف حسن نيتي للموضوع، لما شفت انه هيدا هو العنوان على لما بعتوا لي صوره الكفر انتبهت للعنوان، جنيت تلفنت، قلت لها هذا العمل ما بينزل، مستحيل. ليه؟ شو اللي يمكن؟ مش حلو، مش أنا اللي بحكي هيك، شو لها طعمة إنه شو لها طعمة مريم فارس؟ حتى لو مريم قرأت، مريم تعرف إنه هيدا صحفي، بتعمل مانشات يعني. بس ليه مايا. ليه ليه لنخلي خسر مايا مسالمة يعني، مايا ما بتعمل. كان حسسني قلبي إنه في حدا ناطرني لينزل فيي مقال، ما أنا بعرف الأشخاص اللي حوالي إنه أيهم ممكن يعلقوا، وأنا ما حبيت إنه مش طريقة نادين اللي بتحكي بهالطريقة.
وبعدين كان مجرد حديث انه ولو انه في ألف عنوان تنزلي يجذب القارئ. اشترطتي مع تفضلي معي من الصحافه تفضلي لعندي بس اشترطتي مع ما لا يعني ما عرفت شو صار يعني نفس الليله نزل العنوان هيك لا نفس الليله بالليل جبت رقم رئيسه التحرير تبع مجله لها وحكيتها وفسرت لها قلت لها انا بليز بتمنى انه ينشال العنوان لانه حسيت انه ما حلو لا لا لها ولا لا لي انه حتى انه غلط انا ما قلت مصداقيتي شو سيناريو انا ما قلت ما قريت سيناريو ما حلوه كرمال كلوديا مارشاليان انه ليش لا يطلعوا يقولوا شيء كرمال مصداقيتي قالت لي مع الاسف انطبعت بس بدي لك شغله النجمات كمان عندهم حساسيه اوفر يعني مبالغه بال مش هيك بحب انا كثير كثير بداري غيري وبداريها لها لانه ما بدي يصير انه ما بدي يحسب عليكي شيء انت مش بنيتك وفعلا لما نزل مجله الجرس نزلوا فيه مقال كثير كثير قاسي كان صدمني صدمني كثير فعم تقصديك انت انه دعما لاخريات الاخريات هن مريم فارس يمكن ما بعرف ما بعرف بس بعرف انه نزل مقال كثير كثير قاسي وانا ما يعني تفاجأت فيه من دون ما يسالوني او يعرفوا فكروا انه انا قصدت اني اقول هيدا العنوان انه عم كاني عم حط على عينه هيدا كل اللي صار مشان هيك تفاجأت يعني انا ما عندي تعليق طيب علاقتك بالمواقع الالكترونيه يعني بصراحه دوت كوم أخبار للنشر النشرة فن ميوزيك نيشن تحت المجهر عنا زهرة مصدر موصول كلها كلها منيحة بتجرد لبنان ديبيت لبنان فايلز كيف معهم كلها كلها منيحة كلها منيحة ما عندي مشاكل مع حدا وإذا صار أي لغط بيتقبلوا كتير أنه يوضحوا على فكرة في منهم كتير بتلفنوا وبيسألوا لما يكون في شيء ما مأكدين منه بس أنه العنوان النزل ما بدها هالقد انه يزرعوا فتنه بينه وبين مريم وغيره واضطهاد وقله ثقه ما في شيء يعني العنوان ما بده هالقد يعني حتى لو نزل هيك مثل ما هو ما فيه شيء اي اساءه وما ما بيضرها ومريم انا متاكده لا هي بتقبل بهيدا الشيء ولا انا بقبل بهيدا الشيء هي ملتهيه بحياتها وانا عندي حياتي ولا وما بنتقارن سوا يعني كل وحده منا جايه من ميله عرفت انه انا ما بغني بفكر انه بتحبي تغني؟ لا ما بحب غني يعني عرفت بفهم لو انا مغنية وهيك انه ممكن يقولوا في غيرة في مين اجيد اكثر بالتمثيل برايك؟ هيفا ولا مريم؟ والله صدقني صدقني حضرت حلقة يعني ما بقدر احكم بس بعرف انه كل وحدة شاطرة طب غيس ولا جاد؟ غيس ولا جاد؟ اثنيناتهم مثل بعض طب عابد فهد ولا يوسف الخال؟ عن جد كل واحد دوره لبقله لو بدك لو في مسلسل ديو يعني مع مين بتختاري وبايدك انت تختاري النجم عابد فهد او يوسف الخال يعني انت يعني ديو ثنائي بس انت تختاري حسب الدور يعني مش مطلق انا دور. انت انا انا بصراحه يكون ما بختار بهذا الشيء انا بخلي المخرج او المنتج يختار ما بختار بهذا الشيء هل عني ما بدك تاخذ مني ولا اسمه لا نيكول سابا هنتك بس شفتها بالام بي سي سحور حكينا سوا شو انا بسالك سؤال انت بترجعي بترديني مطرح ما اسنت على دورك قالت لك برافا نادين ما لحقنا نحكي قد ما طبوا علينا العالم برافو هالقد شو بدها ما لحقنا يعني عن جد ما لحقنا انه هاي وهيك وبتعرف لما نقعد امات بنحكي عن اولادنا اكثر ما بنحكي عن شيء ثاني انه انا وياها انه صحبه من ورا كمان يوسف الخال فسر في هيدي الصداقه يلي هي اعمق من قصه المسلسل وبرافو هيك يعني هول قصص تفاصيل صرنا نحكي بالولاد وبالبنات هربنا لهالموضوع ايه يوسف الخال اليوم بسنوب الحسناء حكي حلو عني كثير بسنوب مش بالحسن سنوب الحسناء حكي بسنوب مع زميلي هدى الاسير واعجبت بالطريقه يلي مثلت فيها نادين اكثر من غيرها شو عم بقول لك انه حكي عني حلو يوسف بشكره كثير انه يوسف انا كمان شهدتي فيه مجروح هو بيعرف هيدا الشيء بحبه كثير ونجم شاطر بحب شغله بيجي على السات على طول عم يضحك مبسوط مهضوم انا بنسى معه النهار يعني 12 ساعه تصوير بيقطعوا هيك فاكيد بقول له ميرسي مين اكثر واحد فيكم في الايجو عالي على السات كان انت يوسف او عابد كيف الايجو الايجو منتفخه اكثر بيناتكم ثلاثه انا لازمني شويه غرور لازمني شويه بدي اقول للمشاهدين ان نادين تكون الوحيده يمكن الضيفه الوحيده اللي اجت لوحدها بسيارتها صفت السياره بالباركينج نزلت لوحدها قالوا لي نشان اجت نادين لوحدها
لأنه بيتي هون قريب كتير نيشان مرافقين وقصص لا مش لهالدرجة إنه ما بدها هالقد يعني عندي ابني معي المسامة لا هدا هالقد بعدين أنه يمكن كمان إنه كتير قريب بيتي من الـ MTV دونك ماشي دقيقة بالسيارة وبعرف هون كل الفريق العمل يعني بحس حالي جاي على بيتي ما بحس لو كان مشوار طويل كان رفقني زوجي أو شيء نادين ملكة جمال وشافك زوجك على التلفزيون وحبك وانغرمته انغرمته طبعا اكيد هو انغرم وهدية. اول شيء هادي شافني من وراء اجيال شفته خير علي كانت شاشه الام تي في شافني باجيال وكلوديا مارشاليون اكيد شافني بمشهد مع يوسف وكان هيك بيك كلوز على وجهي وهو نوعا بحب العيون السود وكان ثابت قبل بجمعه حدا كان عم يحكي عني حدا بده يتعرف علي من اصحابه ما بعرف شو الفكره تلفن لصاحبه قال له انه انا كيف بدي اوصل لنادين كيف بدي اتعرف عليها قال له انه صاحبتها كمان هي رفيقتي دونك بنقدر نعمل نجمعكم سوا فزبطوا هيك شيء انا كنت مسافره بفرنسا عند خيي دقوا لي اصحابي بس ما خبروني قالوا لي وينك وبدنا نروح باربيكيو هيك عند رفيقتنا قلت لها يا ريت انا ما بقدر مسافره نطروني لرجعت وزبطوا عشاء وكمان مش مخبريني شو عم بصير نزلت انا بالبرغنشتوك والجينز والتي شيرت عادي وميك اب كثير عادي فنازله انه على اساس انه الجروب يعني مثل العاده عم نلتقى وكان هو موجود وصار هيك حديث حسيت دغري انه هيز ذا وان هو نفس الشيء اخذ رقمي وانا من الاشخاص اللي ما بعطي دغري رقمي بس هو بالذات حسيت انه عبالي كثير اعطي رقمي فاعطيته رقمي عبالي اعطي رقمي عبالي اعطي رقمي عبالي حبيبي عبالي حياتي فاعطيته رقمي اليوم كيف مبسوطين؟ ست اشهر تجوزنا ست اشهر ست اشهر تجوزنا كانت سريعه اكيد الحمد لله اكيد مبسوطين لانه خلص انا بامن انه العنوان هادي ولا هافن اليوم اكثر بتحبيهم لا اكيد انه هادي بحبه بطريقه وهافن بطريقه ثانيه هافن بنتي هو زوجي عم بتحضري هافن انه جاي جوفاني اشتريت له غراضه بعدك ايه اكيد انا كثير سريعه دغري بنزل بجهز ما بقدر انطر هافن بعدها صغيره لتعرف هالقد شو عم بصير بس انه علمتها انه في بيبي هون فبتيجي بتطبش لي هيك على بطني بقول لها امبرس بيبي بتقرب تعمل له هيك بتضلها واعيه لتحضر على الام تي في لا على الساعه 2 بعد الظهر وقت تحضر معي او الصبح بس تشوف ماما وبتبلش يا بتتفاعل يا بتبكي يا واذا شفتني بمشهد عم ببكي بتبكي حساسه كثير طالعه يعني انا يا ريت مش هلا يعني رح تبكي كثير بلو عبد قال لي انه النهايه تراجيديه ايه ثقيله شوي النهايه بس واقعيه منطقيه تنتهي هيك بتموت ليلى والا كان طلقها كان يمكن ما بعرف شو عمل فيها بتموت ليلى هلا هو قال انه هي ما بتشفى بس ما بقدر اقول اكثر من هيك ما بعرف ان شاء الله تشفى ايمتى اذا الله رد جوفاني بيجي اي شهر ايلول شهر ايلول ايه بس اول اوائل ايلول يا 22 يا 28 ايلول يا 22 يا 28 هيدا الشيء بس تصيري ام لطفلين رح يمنع او رح يتعبك اكثر ويخفف عزيمتك مقتنعة اكيد 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 انه رح يعني كيف بدي اقول لك رح يصير صعب علي السفر صعب يعني بولد واحد و في كتير قصص ما سافرت كرماله في مربيات أو مربين ايه أكيد عندي ناس تساعدني بس أنا كتير يعني بعمل كل شيء بإيدي ولما أكون بالبيت أنا بستلم كل شيء أنت بتطعمي بنتك وبتغيرها وبتغسلها كل شيء بعمل كل شيء بس لما أكون بالشغل تمرنت المربية اللي عندي على طريقتي كله لازم يمشي على طريقتي وساعدتني وهيك بس انه مع ولدين اكيد الاشياء رح تصعب بس انا مبسوطه يعني هذا خياري بعد البريك رح احكي عن نادين نجيم التونسيه اللبنانيه ورح اشوف سلام منك من لبنان الى تونس تفضلي نادين برافو خلصنا ستو حبت مشاعر ما كنت اوفى وحده شعور السبب يعرف شو قريب
بدي احتفل بنادين جيم الليله. حكينا دغري صحافي اقلام نقد بس شوي شوي كرمال ما نزعل جوفاني. ثانك يو. تفضلي تفضلي. شو هالكرسي الحلوه بتنبق لك. انت بتعرفي عرش الجمال وين اطيب طعم النجاح؟ لما عرش الجمال يلي انتخبوك بلبنان على سنه كامله عشتي ملكه، يقولوا ملكة جمال لبنان نادين نسيب نجام، يعني عندي عن شو حسيتي وقتها؟ أنا من وقت ما كان عمري 16 سنة كنت أحضر مس ليبان وتحس حالك ملك وانبهر. كان عندي إياها لقب فخر، لقب يعني غير شكل، كنت أحلم، كنت أحب كثير كون غير جورجينا رزق. مين بهاريك من الملكات؟ جوال بحلق حلوة، كليماس أشقر حلوة كتار، بس دينا عزار حلوة. دينا عزار حلوة. فلما طلعت قدمت على ملكة جمال لبنان، يعني جاية من بيئة تلميذة جامعة، بيت يعني ما بعرف شو يعني شهرة، ما بعرف شو يعني إضاءة، أخذت سيرفيس وطلعت لأنه ما كان عندي سيارة ولا دفتر سواقة، عمري 19 سنة طالعة أقدم على ملكة جمال لبنان. ولما كل مرحلة انجح فيها ويدقولكم بالجامعة صير نط وارقص، يعني انه عم قرب من هدفي. لحد ما صرنا 16 بنت وفتنا على هالست اسابيع 24 ساعة على الكاميرا ريل. صح. ريل تي في. زرناكم. كان حلو، كان كتير حلو. مع مين صرتي بعدك صديقة؟ كنتي صديقة وبعدك من هال 16 صبية؟ لا مع الأسف لا. ولا وحدة؟ لا راحت، كل واحد منا صار بميلة. هالتجربة أثبتت إنه الرياليتي تي في مش لهيك مناسبات، لأنه ما تكررت. مع إنه كانت كتير حلوة والناس كتير أخذت ضجة. هلا لصالحي ما تكررت. رفورتاجات فضحت البنات والنوايا وال. بس حلو أحسن، لأنه بي إنه حلو تعرف كل واحد على حقيقته. حلو، هاي مهمة إنه تطلع ملكة جمال لبنان، كل الناس موافقه عليها، الجمهور منتخبها ومبسوط فيها، واللجنه الحكم عارفه شو عم بتنقي. بس تطلعي على كل هالجميلات، مين بتقولي فلانه بعد ملكه؟ هدول كلهم وصفات. اول اسم في ذكري يعني دينا عزار، جوال بحلق، بحسهم انه بعد الملكة بس بشوفهم ايه ببينوا مسليبان، سبحان الله بيستاهلوا. بيستاهلوا كثير. نادين انت امك تونسيه مسلمه، ابوك لبناني مسيحي، شو نتاج هالخلطه علمك؟ الى اي دين بتتجهي؟ شو درستي من الاسلام، من القران الكريم، من الانجيل، من الكتاب المقدس؟ شغله مهمه انا ربيت عليها انه بحترم كل الاديان، وكثير بحترم الدين الاسلامي، وعندي كثير اصحاب انفتحت كثير على هالديانه، و ما كان حتى عندي مشكلة إنه حب إنسان مش من دينه. هلأ بعدين لما وعيت إذا بدك مع الأسف على المشاكل اللي بتصير بالمجتمع من وراء الزواج المختلط، قلت بلي هالقصة كلها. زواجهم كان كنسي أو كنسي مدني؟ كنسي. تزوجوا كنسي أهلي. بس ربيت إنه بعرف في الدينين، بعرف شو الدين الإسلامي، بعرف شو الدين المسيحي، بعرف المعاني، بحترمهم نيناتهم. بس أمي كانت كتير جبارة لأنه ربتني على الدين المسيحية، ما فرقتنا، ما خلتنا نضيع بين هالديانة، عرفت أنه يتزوجت مسيحي وأنه نحن تسجلنا على الدين المسيحية، حطونا بمدارس بتعلم الدين المسيحية، مدارس خاصة. وكانت تروح معنا على الكنيسة. كانت تروح على الكنيسة أمي؟ طبعاً. وبنعمل علمتك تونسي؟ بتعرفي اللهجة التونسية؟ مش كتير لا. ماما خلقت بلبنان. وما اخوالي يعني خالي وخالي حنا بتونس، بس ماما خلقت بلبنان فبتعرف انجأ كم كلمه يعني. بدي احكي عن التمثيل، دائما الممثله اللبنانيه تقارن. يؤخذ عليها من قبل بعض النقاد بانه الممثله المصريه اكثر ثقافه من الممثله اللبنانيه، لانه بتقرا اكثر. بس مين قال هيدا الشيء؟ انه مين اللي عم انا ما بعرف مين اللي عم بقيم هيدا الشيء، كيف بيعرفوا؟ مين قاعد مع الممثله اللبنانيه؟ هيون هلا عم بيشوفوا انه كثير عم بيكونوا ناجحين برات لبنان، يعني ما في ممثله لبنانيه ما بعرف شيء، ما بينقصها شيء. بشو بتتفوق الممثله اللبنانيه على السوريه او المصريه؟
ما بتتفوق على حالها بس، يعني كل مره عم نشوف انه الممثله اللبنانيه عم تتميز بادوارها، ما نا جايين نعمل مباراه نحن او نتفوق على المصريه والسوريه وهيك، ما كل وحده منا الموهوبه موهوبه، ما خص الجنسيه، مصريه سوريه لبنانيه شو مش مهم، بركي انا بحمل ثلاث جنسيات شو بنعمل هيك حاله. نعم نعم. اليوم يعني يشهد للبنان بانه الانتاج عم بيصير بلبنان، عم يجوا الى ارض لبنان. نعم. في لمه عربيه، التصوير عم بيكون هون. مين برأيك من فتيات جيلك فتحوا أبواب مصر درامياً واستمروا؟ في مجموعة، بس أنت برأيك مين اللي فتح الباب وقالكم تفضلوا أنا نجحت؟ الكل بيقدر ينجح، ما حدا بعتقد بيقدر يفتح باب لحدا، فتح كل واحدة فتحت باب لإلها من وراء هي نجاحها الخاص، مجهودها الخاص، يمكن هي تنجح غيرها ما ينجح، ما لها علاقة. وأنا متأكدة إنه اللي راحت على مصر إيه أوكي، بس اللي راحت على مصر ما دقت لرفيقتها قالت لها تعب بقطع لك تيكت تفضلي بعرفك على المنتج، ما حدا بيعملها. أنت وشطارتك. أنت طب مين نجاحها شجع المنتج العربي إذا هيدي الموهبة من لبنان هالقد نجحت ولا ما عد لازم نلتفت للموهبة اللبنانية أكثر؟ إيه ممكن أكيد أكيد. مثل ما بقول الصيت الحلو بجر وراء صيت حلو. مين صيته حلو هو اللي جر وراء؟ كل يعني مين أسلم من لبنان؟ في نيكول سابا وسرين عبد النور يلي لمعوا بمصر. صحيح. إيه في غيرون؟ أنا هدول اللي أنا نور بعرف. نور اللبنانية إيه؟ طبعا رزان رزان ايه، بس انه اكثر شيء اكثر شيء نصري. ايه بس اكثر شيء عم نحكي كممثلات يعني انه بحس انه هن مهنتهم اختنا جديه يعني بالتمثيل ولمعوا هن نيكول وسيرين البقوة مش اختنا جديه بلا، بس انا شفت انه هول الاشخاص لمعوا يعني. صح. فاكيد هيدا الشيء بخلي يتفتح العين على انه على المواهب الموجوده بلبنان. اي لهجه بتلاقيها اكثر سلاسه بالتمثيل أخف على السمع؟ أي لهجة؟ أنا نحن معودين على اللهجة المصرية لأنه من نحن وصغار بنحضر مسلسلات وأفلام مصرية يعني كلنا بنعرف نحكي مصري. أنت اشتغلتي اللهجة البدوية كمان؟ إيه اشتغل صعبة صعبة كانت صعبة اشتغلتها. في مسلسلات عم تحضريها برمضان غير لو؟ بصراحة أقول لك حضرت حلقة 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 لهني الأشخاص اللي أنا بعرفهم. حضرتي 10 عبيد صغار؟ حضرت شوية. كيف؟ بخاف ما أنا بخاف، ما بحب ما بحب أتنقز وحبلي كمان. مع مين بتحسي بأمان أكثر، مع كلوديا مارشاليون مع منى طايع؟ الاثنين كل واحدة مميزة بكتاباتها يعني. كلوديا أنا معودة عليها وشغلة معها يعني كذا مسلسل، وهلأ يمكن يكون لنا مشروع سوا مع بعض بال 2015 كمان مع المنتج صادق الصباح. ومنى طايع كمان انبسطت كتير يعني، اثنيناتهم كتير مميزين وإلهم أسلوبهم الخاص بالكتابة. نادين، موضوع الخيانة هيدا الموضوع يلي ضرب صيته بكل العالم العربي يعني من خلال عرضه على أكثر من محطة، والمسلسلات والدراما هالسنة كتير كان في مثل ما بتقول فاطمة رمضان بتقول شنق فتيات الليل بمقالة رائعة بصحيفة النهار. أنت موضوعك موضوع الخيانة، الناس قالوا عم بيشرعوا الخيانة، الناس قالوا بكرة بس تعلقوا بنادين جيم إذا حبيتوها رح تتماهوا معها وبالتالي الخيانة رح بتكون مشروعة. ناس كانوا كتير قاسيين، ناس قالوا لا هيدا الواقع، في كتير نساء هيك بيفكروا هيك، إذا مش كل شيء على التلفزيون منشوفه يعني. يعني أول شيء الموضوع قبل ما يكون مأخوذ عن أي شيء فيلم أو قصة هو مأخوذ من الواقع. نحن حبينا نتطرق لإله لأنه موضوع تابو حساس وعم بصير، بس نحن حبينا نقلبها أنه المرأة تخون، لأنه يمكن لو الرجال لعب هيدا الدور ما كان هالقد أخذ ضجة، بيعطوه أسباب تخفيفية، لأنه مع الأسف المرأة الشرقية بتسامح كتير، يعني بيخون الرجل بتلاقي له مبرر، بتقول ما بدي أخرب بيتي، ما بدي أتخلى عن أولادي، ما بدي يأخذ مني أولادي، بتضحي. بس مرأة تخون هيدا الشيء اللي استفزهم، بس أكيد ما بيشرع الموضوع الخيانة، لأنه اللي حضر لليوم حلقة 24 ملاحظ نحن عم نفرجي أوجاع الخيانة قديش ثقيلة وبشعة إنك تخون على الفاعل والمفعول به. أبداً ما عم نشرعها ولا عم نشجعها بولا أي شكل، ما بعرف كيف شافوا هيدا الشيء، يعني مبينة مأساوية بدايتها ونهايتها. أنت لو كنت أختها الكبيرة لليلى، لو كنت أختها الكبيرة لليلى بالحياة، نادين شو بتقولي لها؟
اكيد بقول لها انه ما لازم تعملي هيدا الشيء، منك مبسوطه مع زوجك، روح احكي معه، واجهيه بالمشاكل الموجوده، يا بتوصلوا لحل يا بتوصل للانفصال، واكيد اشرف الانفصال، ومن بعد عيشي حياتك. نادين بيناتنا منه الحل الخيانه لمشاكل ابدا الزوجيه. نادين، كل امراه انت كانثى، كل امراه بتفكر بلحظه من اللحظات بمتعه العشق الممنوع يلي ليلى عشتها مع جاد بلو؟ لما توصل لهالمرحله يعني في شيء ناقص بالبيت، في شيء ناقص لازم تعالجه. مش معقول انسان يفكر بعلاقه تانية برات حياته الزوجيه اذا ما انه حاسس في مشكله بالبيت، في مشكله، في مسافه، في ما بقى في شغف، ما بقى في حب، في مثل ديستانس بين هالكوبل، لازم تتعالج. بس مش الحل هو الخيانه، هذا اللي احنا عم نجرب نوصله، هالرساله من وراه. ثقافتك حلوه، مش بس انت. ميرسي، تفضلي. ثانك يو، برافو نادين. ميرسي، روعة. شو حبت مشاعر ما كنت وحده، شعور الذنب بيعرف شو بني. نادين نجيم هي بنهاية هذه الحلقة بولا تحلم، بعد نجمتنا ضيفتنا، بعد كم يوم بيخلص المسلسل، رح نتفاجأ كثير، يمكن رح نزعل لليلى؟ ايه رح يزعلوا، رح نقول لها حرام؟ حرام. لجد؟ كمان. لغيس؟ كمان. ثلاثتهم ثلاثتهم عاشوا مأساة. نادين نجيم، بسنوات العمل بتجربتك الفنية شو استخلصتي؟ شو تعلمتي؟ أهم درس اليوم بس تطلع على لائحة الدروس كل يوم نتعلم، شو اللي أثر فيك أكثر شيء؟ تعلمت العزيمة والقوة والثقة بالنفس، وتعلمت إنه اللي عنده ثقة بنفسه الكونفيدنس السايلنت وانسكيورتيز ار لاود، يعني الثقة بالنفس صامتة والإنسان الغير واثق من نفسه بيكون اللي عنده نقص بيكون عنده كثير صارخ يعني ببلش عيط وصريخ وبيحكي كثير، خليكي بيعبر كثير، خليكي هيك ناجحة ومثل العطر، العطر بيصرخ بصمت، مستحيل. مشان هيك أنا كل كلام سيء بقول ما بي يعني ما بيأثر فيي أبدا، بقول those are insecurities. So let them be loud and I am very proud. وأنت بتكوني فخورة دايما. لو سمحتوا اقطعوا الصوت عن نادين حتى تقول حلمك. صوت لكم، تفضلي تفضلي ستنا. شو مدام اسمر طلع لهونيك؟ ولا ممكن. ولا ممكن يتحقق، ما بدي انا نحكي عنه، بس ما بتعرف، ببصم لك ان شاء الله. لا في، تفضلي معي. في ناس طيبه كثير، في ناس طيبه كثير، بس يعني بركي هن بيسيطروا على العالم. ان شاء الله ان شاء الله يا رب، بس بعتقد انه صعبي بيسمعوا الناس ب 30 شهر اذا الله راد. نادين شو بتحبي تقولي؟ بدك تشكري حدا؟ بدك تقولي ما اعطيتك فرصه، قطعت نفس كله. صحيح، بدي اشكر كل الاشخاص يلي دعموني بهالمهنه، بدي اشكر
الكاتب شكرا أنيس فخوري لأنه أول من اكتشفنا. بدي أشكر المنتج صادق الصباح على ثقته فيه وعلى الفرصة الحلوة. بدي أشكر المخرج سامر بركاوي. بدي أخرج الكاتبة نادي جابر والسيناريست بلال شحادات. هذا الفريق العمل اللي كتير دعمني وكان له وجهه خير علي. بدي أشكر أكيد كمان المصمم العالمي اللبناني زهير مراد اللي كتير بيهتم بإطلالتي. شكرا للكل. ولحظة شكر كتير كبير لله كتر خيره على كل شيء. قبل الكل. قبل الكل أكيد. فخورين بنجاحك، فخورين بنجاحك اللبناني العربي. إن شاء الله أم جوفاني قريبا هيك منشوفك كمان مع جوفاني وهيفن وزوجك مستر أسمر بالبيت. زوجي اللي دعمني كتير وحرام بيزعل عزعله وبعصب لما بعصب وماشي حاله. هلأ بلش يفوت بهيدا الدومين. لا 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 مش حال. هلأ بعد الولد التاني بيتعود أكتر. كل اللي قالته نادين نسيب من جامل سمع، كل اللي سمعت أرشف. هيدي حلقة نادين، تفضلوا تصبحوا على خير. غمضتن عيني ومشيت لطلعت فيه ولحكيت يا ريتك ما جيت تحرم عيني غفوتك تلعب الصدفة لعبتها يا ريتني يا ريتني يا ريتني ما كنت لحظتها ومثل كأنه عيوني